9 أكتوبر 2010 زهرة كلارك اختفت بواحد الطريقة غريبة. هذه القضية هذه غتولي مشهورة عالميا. مرحبا بكم في القصة الليلية. بارسيروس مساء الخير، راكم مع سناب سباطة في حلقة جديدة. عاوتاني اليوم عندنا واحد القصة حقيقية ومخيفة مرعبة في نفس الوقت، اللي كتكلم على زهرة بكير، واحد الطفلة اللي في عمرها 10 سنوات باش وقع اللي وقع. القضية تحلات ولكن لقيتوني كنت كنفكر واش نهضر على هاد لافير هادي ولا لا، حيت هاد القضية هادي راه غالله يسر مع الله يحفظ. خود لي راحتك، تكا تجبد، اضفي داك الضو، زيد لي في الصوت، تابونا في القناة الى مازال ما تابونيتي، ويلا نبداو هاد القصة ديال الاختفاء اللي غريبة جدا. حدث طرا في هيكوري في ولاية كارولينا ديال الشمال أمريكا، واحد المدينة اللي العدد ديال السكان ديالها ما فايتش 40,000 شخص. في هذه المدينة هذه عايشة العائلة ديال بيكير في واحد الدار متواضعة. آدم بيكير مجوج بإليزا، واحد الامرأة اللي تلقى معها في انترنت. قبل ما يعيشوا في أمريكا، زهرة والأب ديالها آدم كانوا عايشين في أستراليا، تما فين تزادت في 16 نوفمبر 1999. مسكينة ما كانتش عندها واحد الطفولة اللي سهلة. الأم البيولوجية ديالها إيميلي ديتريتش غطيح في واحد الاكتئاب نهار اللي غتولد زهرة. الكوبل ديالهم ما غيدومش، غيتدابزوا وغيتفارقوا. الاب ادم هو اللي غياخد لاغارد ديال البنت، حيت ايميلي كانت مريضه نفسيا وما كانتش قادره تربي بنتها. سوء الحظ في 2005 زهره غتمرض مرض خيب، غتديفلوبي واحد المرض ديال الاعظام ومرض سرطان ديال الريه. بسبب هادشي خصهم يقطعوا لها رجليها اليسريه وغيلبسوها واحد البروتيز. التريتمون اللي كانت كتاخد باش تداوى من مرض السرطان وداك المرض ديال العظام سبب لها في واحد ضعف حاسه السمع، وركبوا لها واحد لاباري باش تبقى تسمع مزيان. زهره مسكينة كانت عندها غا 5 سنين في ديك الوقيتة وما كانتش عارفة الخطورة ديال المرض اللي كان عندها. في ديك الوقيتة بالضبط آدم غيتلاقى بإليزا فيشيلد. إليزا في ديك الوقيتة كانت عايشة في ميريكان في ولاية كارولينا ديال الشمال، كانت كتمشي وتجي بين ميريكان وأستراليا باش تشوف آدم وزهرة، حيت ديك الوقيتة آدم ما كانش يقدر يتحرك على المرض ديال بنته. حتى 2008 الوقيتة اللي زهرة غتبرى نهائيا من المرض ديالها، غتقدر ديك الساعات تاخد الطيارة. رغم ذلك آدم كان خاصو يحضي الحالة ديالها. هذيك الوقيتة غياخدوا الطيارة، غيسافروا لأمريكا، غيتانستالاو في هيروكي. زهرة غتقيد في المدرسة تقريبا حدا الدار، ما بعيداش بزاف. واحد الساعة كل شي كان غادي مزيان، حيت أول حاجة نجات من داك المرض الخبيث اللي سبب ليها قطع الرجل ديالها الكوشية. ومن ديك الوقيتة باش وصلوا لأمريكا، البنت مسكينة كانت عايشة واحد الجحيم اللي سيدي ربي بوحده اللي عالم بها. 9 أكتوبر 2010 آدم زهرة وإليزا عايشين مجموعين في دار واحدة. نهار السبت ديال أكتوبر 2010 مع 5:30 ديال الصباح، هاد الكوبل هذا غيفيقوا مخلوعين، غيتعماو بواحد الضوء اللي جاي من على برا. واحد العرام ديال الخشب اللي كانوا خازنينه في الساحه ديالهم شعلات فيه العافيه. اول حاجه إليزا غتعيط الرقم ديال الاسعاف، غتفسر لهم بان شعله عندهم العافيه في الساحه ديال الدار. في البلاصه صيفطوا لهم واحد الفرقه ديال البومبيه، حضروا عندهم من مورا 5 دقائق، وفي البلا زربوا على ديك العافية ضفاو بابها. واحد البوليسي كان دايز من تما، شاف الضواوات ديال الجيروفار والبومبيه هو يحبس. البوليسي هبط جاب دورة على الدار وجاب واحد الدورة على الطنوبيلة دلائلة. خصكم تعرفوا بان العائلة ديال بيكي عندهم 2 طنوبيلات، الطنوبيلة الاولى طنوبيلة عائلية، والطنوبيلة الثانية سيارة من نوع 4x4، سيارة ديال الشركة ومسلفينها الأدم. وباش البوليسي غيقرب لديك الكاتكات غيشم واحد الريحة ديال الليسونس عاطية بالجهد، وغيلاحظ بأن الباب
الكوشية محلولة بحال لي شي واحد دخل لديك الطونوبيلة، وباش غيحل الباب غيلقى واحد الرسالة محطوطة فوق الطابلو دبور. غياخد ديك الرسالة وغيعطيها لإليزا وغيقول لهم بأن كاين ريحة ديال ليسونس عاطية بالجهد حدا الطونوبيلات ديالهم، خصهم يحذاو راسهم. البوليسي غيمشي بحالو والبومبيات هما غيتحركو. مع جوج ديال العشية السونترال ديال الإسعافات غيوصلهم واحد لابيل. آدم هو اللي معاه، غيفسر لهم بأن بنتو اختفات وغيبدا يدخل ويخرج في الهضره. غيقول لهم عاوتاني بان لقاو واحد الرساله في الطابلو دبور ديال الطوموبيله، والرساله هي عباره عن فديه كيطلبوا لهم الفلوس بسميت الباترون ديال ادم، بان خداو بنتو غلط في بلاصه بنت الباترون ديال ادم، وقيل هما اللي شعلوا العافيه باش يدوخوهم ويختطفوا البنت غاب الريض. ويلي القضيه فيها الدغل، خونا كيدخل ويخرج في الهضره. علاش ما عيطش قبل؟ علاش تسنى حتى الجوج ديال العشيه عاد باش يعيط؟ نيشان غيتصلوا بالباترون ديال ادم وغيلقاو بان البنت ديالو بخير. بالزربه واحد الفريق ديال الانسبكتور غينزلوا عندهم للدار، غيديروا معاهم استجواب، غيسولوهم شنو طرا بالضبط باش يديروا معاهم التحقيق. في نفس الوقت غيديروا الدوره ديال الحومه باش يسولوا الجيران ديالهم واش ما شافوا حتى شي حاجه خارجه على العاده. اليزا غتقول لهم دخلت للبيت ديال زهره مع جوج ونص ديال الصباح والبنت كانت ناعسه نورمال. ولكن ادم غيقول لهم واحد الحاجه اللي غتخرمز هاد لونكيت. غيقول دوك المفتشين بان كاع ما شاف بنتو من 6 اكتوبر، مهم 3 ايام قبل الحادثه، او 3 ايام بزاف راه ما يمكنش. ولكن هادشي كيتفهم حيت خونا خدام بالليل وبالنهار وعندو شي توقيت ديال الخدمه اللي خايب، ولكن راه 3 ايام راه بزاف. واحد من دوك لي زانسبيكتور ما غيلاحظ حتى شي حاجه اللي غريبه في الدار، غيمشي يسول الجيران اللي غيقولوا ليه شي حاجه مثيره للانتباه، بان اليزا عندها يدها خفيفه وكانت كتضرب زهره باش كانت كدير البساله، وديما كيسمعوا الصداع في الدار، ديما الغوات. الجيران كاملين غيقولوا نفس الهضره، وادم ما كانش في خبارو حيت في دوك الوقيتات اللي كينوض فيهم الصداع كيكون هو في الخدمه. البوليسي غيكتشف بان زهره ما بقاتش تمشي للمدرسه منذ عده اشهر، وتما غنعرفوا بان حتى شي واحد لا الجيران لا العائله ما عاودوا شافوا زهره من 25 سبتمبر، مهم 14 اليوم قبل من ادم يسينيالي الاختفاء للبوليس. شي حاجه ماشي تلهيه، والمفتشين شموا عرفوا بان القضيه فيها الدغل. ديريكت البوليس غيشكوا في ادم واليزا. لغدا غيصيفطوا لهم واحد الفرقه ديال الخبراء غيجيو بالكلاب، وفي الليله نيت غيعطيو لاليرت ديال الاختفاء باش الكلاب غيجيبوا دورة على الطوموبيلات تما غيجعروا. هاد الكلاب هادو مدربين باش يشموا الريحه ديال الموتى والريحه ديال الجثث. غيهزوا واحد لي شونتيون من الحمام ديالهم ديال الدار، غياخذوا لادين ديال الاب وغيقارنوهم بجوج، غيلقاو فعلا الادين بحال بحال. ولكن ادم غيقول للبوليس بان معمر خونا مات تبليسه ولا سليه الدم في الحمام ديالها. قضية فيها إن بيه فيه غيستدعيو آدم إليزا الكوميسارية وغيدوزوهم للمحضر. هاد المرة غيحضروا البوليغراف، هاديك الماكينة اللي كيعيطوا ليها الكشاف ديال الكذوب. أمريكيين عزيز عليهم ديك الماكينة. آدم غينجح في الامتحان، غيجاوب على الأسئلة كاملين وغيكون صريح. بالحق إليزا غتفشل باش غيسولوها هاد الأسئلة، واش عارفة شكون اللي أدا زهرة؟ واش عارفة شكون اللي كتب ديك الفيديا؟ إليزا ما تخرج حرة من الكوميسارية، تم القبض عليها ماشي على القضية ديال الاختفاء ديال زهرة، ولكن حيت كانت ريشيرشي من البوليس على وداش كانت شفرات في واحد المكازا وكانت خلصات بالشيكات مدرعين. هادشي ماشي كلشي، باش فتشوا على الحياة ديالها لقاوها بأن السيدة مجوجة بستة درجال، وراكم عارفين هاد القضية منوعة منعا كليا، ميمكنش. المهم بالزربة صيفطوا ختنا الخريزو، صيفطوا الحبيب بيس، وادم طلقوه خونا ما فاهم والو. باش خونا غيرجع للدار ديالو غيلقى التراكسات والهمهامات خدامين كيحفروا ليه في الجرده ديالو وكيقلبوا على الاثار ديال البنت اللي مختفيه. ادم غير حل من ديك الدار. 12 اكتوبر 2010، يومين من مورا ما لونساو لاليرت ديال الاختفاء، اول مره في تاريخ ميريكان اللي غيحبسوا هاد لاليرت. البوليس ما بقاوش كيقولوا بان راه اختفاء عادي وفي نفس الوقت ماشي اختطاف، ولاو كيهضروا على قتل، والمتهمه الرئيسيه هي
إليزا، غيقولوا ليها باش تعود تكتب ليهم نفس الكلمات اللي كانوا مكتوبين في ديك الرسالة بالخط ديالها، غيقارنوا بين الكتابة ديالها وديك الكتابة اللي كانت في الرسالة، وفعلا غيلقاو بين جوج الكتابات كيتشابهوا تماما. إليزا بالزربة غتعترف بان هي اللي كانت كتبت ديك الرسالة في ديك الوقيتة بالضبط، غتضرب الطم ما غتعود تقول تشي كلمة. الحناش غيقلبوا ليها الحاسوب ديالها، غيفتشوا في المكالمات ديالها في البلوك ديالها ديال ماي سبيس، ولقاوها بان كانت كتنصب على الرجالة في انترنت وكدي لهم فلوسهم، وفي نفس الوقت لقاو تصاور ديال زهرة مكتوب عليهم الطفلة الشيطانية. غيلقاو في واحد المكالمة مع واحد الراجل كانت كتقول ليه بان البنت زهرة ماتت في 22 سبتمبر، ولقاو بان هاد إليزا كانت كتلعب واحد اللعبة شهيرة ديال الماساك على ترونسونوز، وغتشوف شوفوا العلاقة بين هاد اللعب هذا وداكشي اللي غيطرى اللي ما فيه ميتشاف. ليزا دوبس المحامية ديال إليزا غتنصحها باش تعترف باش ينقصوا ليها في الحكم ديالها، واختنا إليزا غتعترف بواحد الطريقة غير مباشرة، غتقيدي المفتشين غتقول ليهم ما مشيتوش قلبتو في واحد طريق فيها شجر حدا الدار فين كون ساكنة في الكونتي ديال كالدويل، وطبعا في الطريق ديال كالدويل غيلقاو ديك البروتيز ديال البنت، ولكن ما غيلقاو حتى شي حاجه اخرى حد الساعه ادام هاني في نوفمبر 2010. من مورا ما دوزات ختنا إليزا شهر ديال الحبس، غتقيد المفتشين في الطريق باش يلقاو زهرة، غيلقاو شي عدومة في الطريق ديال كاتاوبة، وفي ديك الساعة بالضبط غنفهمو بأن زهرة ما تلاحتش في بلاصة وحدة، وإليزا شتتات البقايا ديالها في بزاف ديال الأماكن. غتوصل المفتشين لواحد جوج ديال طروات الزبل فين غيلقاو الفراش ديال زهرة عامر بالدم، وواحد الباج ديال الطوموبيل. إليزا غتهم ادم، غتقول البوليس بان راه هو اللي دار كلشي وهي راه ما ليها والو، هي غعاوناته. البوليس غيقلبوا في التليفون ديال ادم باش يشوفوا شنو كان كيدير من 25 سبتمبر حتى 9 اكتوبر، باش يشوفوا واش ادم مشى لدوك المناطق اللي إليزا هضرات عليهم. ما كاين حتى شي ابيل حتى شي ميساج اللي مشبوه. إليزا غتمشي بوحدها للمحكمه 22 ابريل 2011. من مورا 5 شهور ديال لونكيت، القضيه في المحكمه غتحل، القضيه غتفك بالزربة حيت إليزا غتعترف بالذنب. في نفس الوقت معمرها ما فسرات شنو طرا بالضبط. على حساب الهضره ديال المفتشين القضيه سهله، ديك 25 سبتمبر زهره جاتها شي ضربه خايبه وما عاودش ناضت. إليزا حاولت تخبيها على ادم تال داك النهار 9 اكتوبر، ولكن انا حاس بان ادم كان عارف شي حاجه. 14 يوم بلا ما يهضر مع بنته راه مستحيل، ميمكنش. إليزا قدت البلان ديالها مزيان تال داك 9 اكتوبر، قطعت زهره طراف طراف في البنوار، لحت المطلة ديالها، تخلصات من الجثة ديال البنت وشعلات العافية في داك الساحة. في الوقيتة اللي غتحاكم إليزا عندها 43 سنة، وغيحكموا عليها ب 18 عام ديال الحبس، 18 عام فقط على جوج ديال الأسباب. الأول حيت اعترفات وما عندهم حتى شي بروفا حتى شي دليل، الثانية حيت مازال ما لقينا الجثة ديال زهرة. ولكن ما تخافوش، ختنا زادوها 10 سنين ديال الحبس أخرى على ود داك الشفره اللي شفرات في ديك المكازا وداك الشيكات المدرحين. غتقولوا لي كيفاش ادم غيخرج براءه؟ في شهر واحد في 2012 غيتريو عليه من ميريكان، غيمشي بحالو غيدي معاه البقايا ديال بنته. في شهر جوج 2013 غيعثروا على الجمجمه ديال زهره في واحد الغابه حدا هيكوري. إليزا مازال كتهم ادم، واش هو المجرم ولا كان غشريك في الجريمه؟ انا حاس بان خونا ميمكنش ما فراسو والو، ما فراسو ما يتعاود، ما شاف حتى شي حاجه غريبه. واش بغى غيطاكي على إليزا ولا بغى يغرق ختنا؟ اليوم زهره مسكينه ما بقاش على قيد الحياه، وهنايا غنختموا هاد القصه اللي حزينه. الا تفرجتي في هاد الفيديو حتى لهاد اللقطه هادي، ما كرهتكش تخلي هاد الايموجي في كومونتير وتابونا في القناه الا مازال ما تابونيتي، وما تنساش دعمنا بواحد اللايك. بارسيروس نتلاقاو عن مقاريب، تهلاو ليا فراسكم، إلى اللقاء. Peace.